حضرموت بقياداتها في الهيئة التنفيذية المساعدة بالوادي والصحراء رحبت بوصول الرئيس القائد عيدروس الزبيدي إلى حضرموت، زيارة تأتي في إطار جهوده لتعزيز موقف المجلس كممثل لتطلعات الجنوبيين في استعادة أرضهم ومقدراتهم. بداية نرحب بزيارة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وقيادتنا السياسية كاملة إلى محافظة حضرموت، وهذا شرفا لنا استقبال الرئيس في هذا الوقت المهم جدا. عقدنا اجتماع نحن في الهيئة التنفيذية المساعدة بوادي وصحراء حضرموت لمناقشة ومطالبة الدورة الرابعة للجمعية الوطنية بأن تكون هناك قرارات حاسمة تصب في مصلحة أبناء الجنوب كاملة وخاصة أبناء حضرموت. القيادة التنفيذية المساعدة طالبت أعضاء الجمعية الوطنية في اجتماعها الدوري في المكلا بالخروج بقرارات تاريخية للضغط في إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية بمناطق ومديريات وادي وصحراء حضرموت. طالبنا نحن اليوم في اجتماعنا في الهيئة التنفيذية المساعدة المجتمعون في الدورة السادسة للجمعية الوطنية لمس الانتقال الجنوبي بأن تكون قراراتهم قرارات حاسمة وقوية لصالح الشعب الجنوبي. طبعا نحن في وادي حضرموت منذ شهور طويلة كنا في تصعيد شعبي لأجل إخراج المنطقة العسكرية الأولى ولأجل التحرير ما تبقى من تراب الجنوب، وخرج الاجتماع هذا بقرارات مهمة. أولا في مقدمتها ترحيب الحار بقدوم الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي إلى عاصمة محافظة حضرموت المكلا والوفد المرافق له ونوابه. لقد اجتمعنا جميعا الهيئة التنفيذية المساعدة بأن تقرن القرارات الجمعية الوطنية بقرارات حاسمة من أجل إخراج المنطقة الأولى وإحلال بدل عنهم أبناء حضرموت. يرجح مراقبون بأن تكون المرحلة القادمة هي الجولة الأخيرة والحاسمة تلبية للمطالب الشعبية في حضرموت بتمكين أبنائها بالوادي والصحراء من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون.